أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. انخفضت درجات حرارة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، مع وجود غيوم وسحب كثيفة بتنذر باحتمالية سقوط أمطار، بالإضافة إلى تغيرات كبيرة في حالة الطقس. ومع تقلبات الطقس بيتابع عدد كبير من المواطنين نشرة أخبار الطقس عشان يلتزموا بالملابس المناسبة حتى لا يصابون بنزلات البرد أو إنهم يرتدوا ملابس ثقيلة وتكون غير مناسبة في حالة ارتفاع درجات حرارة الطقس. عشان نحسم الجدل ونعرف حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، هل هيكون في انخفاض شديد في درجات الحرارة ولا هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة؟ ايه ابرز الظواهر الجوية اللي هتكون موجودة بكرة وعلى مدار هذا الاسبوع؟ بينضم الينا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. اهلا بك يا دكتور، منورانا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك حالة الطقس هتكون عاملة ايه خلال الساعات اللي جاية؟ يمكن احنا شهدنا اليوم على مدار اليوم فرص سقوط الامطار كانت متفاوته الشده على مناطق من طبعا شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، وبتختلف طبعا كانت من منطقه لمنطقه. ايضا اليوم سجلنا عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار 25 درجه مئويه، فاحنا بدانا من اليوم انخفاض درجات الحراره، وده اللي متوقع يستمر معانا غدا الاربعاء ان شاء الله، وكمان يوم الخميس انخفاض في درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه شماليه من على البحر المتوسط. فبالاضافه الى كده كمان بيحصل تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فالسحب المنخفضه المتوسطه بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي بحس معاها بانخفاض درجات الحراره. فانخفاض درجات الحراره ده متوقع يستمر معانا لنهايات هذا الاسبوع، متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى غدا تكون 25 درجه مئويه. يعني احساسنا بالطقس فتره النهار اجواء معتدله الحراره فترات النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، ايضا كمان محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ودخول ساعات الليل وخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، الصغرى خلال فترة الليل بتوصل ل 17 و 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هنشهده على مدار اليوم غدا إن شاء الله، هيكون في فرص لسقوط الأمطار. الأمطار دي هتكون أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط هنا الجهة الشرقية، زي طبعا دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، شمال الوجه البحري. أيضا الأمطار هتمتد أمطار خفيفة لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، بعض المناطق كمان من جنوب الوجه البحري مدن القناة، وغدا الأربعاء خاصة الأمطار خفيفة للقاهرة الكبرى. والامطار زي ما قلنا دايما هي بتكون على فترات متقطعه من اليوم، بتختلف من منطقه لمنطقه، ممكن نلاحظها في مناطق والمناطق الاخرى لا، لكن مجمل امطار غدا ان شاء الله غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، يعني ان شاء الله ما فيش منه قلق. وزي ما ذكرنا في الاول ان انخفاض درجات الحراره ده هيكمل معانا لنهايات هذا الاسبوع باذن الله. يعني كده فرص سقوط الامطار، متوقع سقوط امطار على مختلف انحاء الجمهوريه، ولكن درجه حدتها بتختلف من مكان لاخر. يعني شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، المناطق الجنوبية ما فيش أي فرص سقوط أمطار عليها. زي ما ذكرنا كل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت فرص كمية الأمطار أقل، يعني المناطق الساحلية أمطارها بتكون خفيفة متوسطة، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى فرص الأمطار وكمياتها بتكون أقل. طب أشد المناطق التي قد تشهد يعني أمطار شديدة إيه هي المناطق ديت؟ يعني كميات الامطار فيها اكتر من المناطق الداخليه، طبعا سواحلنا الشماليه الشرقيه، المحافظات المطله على البحر المتوسط من الجهه الشرقيه زي طبعا دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، وسط سيناء، المناطق دي كلها معرضه لسقوط امطار ما بين الخفيفه المتوسطه، يعني في بعض المناطق ممكن تكون متوسطه، بعض المناطق خفيف المتوسط، دي يمكن اكثر المناطق اللي ممكن تكون كميات الامطار فيها اكثر من المناطق الاخرى، باقي المناطق اللي احنا ذكرناها تكون امطارها خفيفه وعلى فترات متقطعه من اليوم باذن الله. طيب مرضى جيوب الانفيه يعني بيعانوا كتير خاصه في ظل يعني التقلبات الجويه اللي بنشهدها خلال الفتره الحاليه، هل هيكون في اتربه بقى خلال الفتره اللي جايه ولا مش هيكون فيه؟ يعني على مدار هذا الاسبوع يمكن كمان متوقع لمنتصف الاسبوع القادم نشاط رياح مش هيكون مثير للرمال والاتربه، يمكن نشاط الرياح اللي بيكون موجود فقط بيحسسنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحراره، فما فيش قلق تماما من الاتربه والرمال المثاره.
لكن طبعا احنا هناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، لان احنا هنحس اكتر مع وجود نشاط للرياح الفتره اللي جايه، الصغرى بتنخفض بشكل كبير، فاحنا مهم جدا في الفتره دي ناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره، يعني خاصه فترات الليل المتاخره والصباح الباكر. طب ننصح الناس بكره في الصباح وفي المساء ايه الافضل الملابس اللي ممكن يرتدوها؟ حاجات تقيله ولا يلتزموا بحاجات خفيفه؟ طبعا احنا مش بنقول ملابس شتويه، لان احنا لسه الملابس الشتويه دي هتكون مع شهر 12 واقتراب فصل الشتاء، لكن طبعا ملابس خريفيه فترات النهار وفترات الليل، فترات الليل متاخره والصباح الباكر، لو احنا بنروح طبعا اشغالنا في الصباح الباكر او نرجع في الساعات المتاخره من الليل، هيكون معانا جاكيت اكيد او قطعه ملابس اضافيه شال لو حسينا اكتر بانخفاض درجات الحراره تدي، لكن الملابس على مدار اليوم هتكون ملابس خريفيه طبعا. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، بنشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. شكرا لك كمان. الشكر موصول للساده المشاهدين على حسن المتابعه، دي كانت كل التفاصيل والمعلومات الخاصه بحاله الطقس خلال الساعات القليله المقبله، بشكركم مره ثانيه والى اللقاء.